تحية طيبة مشاهدينا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رحيق الصائمين. قضى ربنا سبحانه وتعالى بحكمته أن يجعل الناس مختلفي المقامات، متفاوتي القامات، متبايني الدرجات، ليبلو بعضهم ببعض وليختبر صبرهم ويمتحن عبادتهم وتوكلهم، فجعل منهم الصحيح والسقيم والغني والفقير، كما قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نبدأ بالحديث الليلة عن حب الفقراء والمساكين والإحسان إليهم. انطلقوا من وصية وصاها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أساسا منهم أبو ذر الغفاري، وقيل أنه أوصاهم اللي بها سلمان الفارسي، بحب الفقراء ومجالستهم وزيارتهم واللطف بهم، لأن هذا حد عدل يعود يتماشى مع الذي جبه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي على الفقراء المساكين باللي سنة الله في الخلق، أنه خلق أغنياء وخلق فقراء وخلق ما بين ذلك. والإيمان ما يتم لأن يعود الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهون أخيه هذا الفقير المسكين اللي ابتلاه مولانا، وراه هذا الابتلاء بمعنى الامتحان، ما هو بمعنى البلاء وله معنى الضرر اللي بالحقيقة يعود مولاه ما يقدر يوخر منه، والفقر يقدر يقاش يوخر منه بين عشية وضحاها أصبح غني. يعني المشكلة هو أن امتحان الناس في الوجود، وهذا هو سنة الله في الخلق، أنه يعطي الوحدين المال ويعطي الوحدين ما يعطيهم المال. غير هذا ما هم واسع أنهم متقادين بعد، غير في الرزق ما هم متقادين. غير اللي المال اللي يفيد المسلم ألا حد خليفة فيه ولا حد مودع له، ويعرف ينفقه في سبيل الله وينفقه على الفقراء والمساكين، ويفهم أنه حب الفقراء والمساكين أنه شرط في الإيمان. لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هون الفقير والمسكين التقرب إليه ومجالسته والعناية به رأفة ورحمة يعدلها المسلم به تقوى الله، وبه اللي يعرف عن الله مراقب فوق، وبه اللي يعرف عن الله عدل له يثاب عليه. وخالف حديث يقول: من أعطى لله ومنع لله واتقى الله، أن يعود قارب وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عائشة رضي الله عنها يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين وحب الفقراء، ويوصيها أنها تعاملهم معاملة لطيفة، عسى أن يكون هذا سبيلا إلى رضاء الله ورضاء رسوله. الحقيقة هي أن المساكين بغضهم وكرهم ما يعدل حد يبقي يرقى مولانا به، اللي الناس كاملة ترقى مولانا فقيرة. هذا التفاوت سنة كونية بين البشر، فليس ليصير الفقر ظاهرة مجتمعية متفاقمة يعيش معها الفقراء حياة الضيق والضنك ويرتكسون معها في حمة الحرمان والإقصاء، بل دعا إلى التكافل بين الناس والاهتمام بحالات الفقراء والمحتاجين، وشرع لهم من الوسائل والطرائق ما يقوي نسيج التلاحم بين الغني المشبع والفقير المهموم، ويحقق وشيج التراحم بين المتخم والمحروم، كما قال تعالى في بيان صفات عباد الله الصالحين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مرضت امرأة مسكينة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها،
وكان صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني. فأخرج بجنازتها ليلا وكرهوا أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلا. فخرج صلى الله عليه وسلم وأوقف الناس صفا وصلى على قبرها. فتب عما جنيت وأنت حي، وكن متيقظا قبل الرقاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فنحن في هذا الوضع وفي هذا الشهر بذلك محتاجون إلى أن ننتبه إلى قيمنا التي يدعونا إليها ضميرنا وديننا ومصالح المجتمع. محتاجون إلى أن يرحم القوي منا الضعيف والغني منا الفقير، وخاصة أن هذه المرحلة من التاريخ من العصر تشهد نوعا من تصدع القيم، وتعرفون أن القيم هي التي من أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان، وأن القيمة المذلة هي الرحمة، هي الصدق، هي الكرم، هي اعتبار، هي ما يمكن أن يكون الإنسان به إنسانا. إذا لم نعين ذاتي في الآخر فنكون قد تخليت عن إنسانيتي، عن ذاتيتي، عن عنصري، عن أهدافي كإنسان. فأنا لا أعين في الآخر إلا ذاتي، إلا قيمي، إلا فضائلي. وعليه فإننا مطالبون في هذا الشهر الكريم بالإصغاء إلى ضمير الرحمة، إلى الاعتناء بالفقراء وبالضعفاء وبالتواضع وبإعطاء الأسوة الحسنة في هذا المجال. إن بالفقراء يرزق الأغنياء وبالضعفاء ينصر الأقوياء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وتأويل ذلك أن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا في العبادة لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت، فجميع ما في الأرض لا يكفيها. إلى هذا الحد ننهي معكم مشاهدينا حلقة الليلة من برنامجكم رحيق الصائمين، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.